ازيكم؟ هل في بوادر مبشرة في أي علاقة ممكن أنت تستنتج منها أن الإنسان ده ممكن يتغير أو ما يتغيرش؟ شوف يا باشا، في مبدأ مهم جدا أنه الجواب بيبان من عنوانه، وموضوع البوادر المبشرة في أي علاقة هي اللي بتقول أن العلاقة دي اللي فين ممكن تستمر. والبوادر المبشرة لأي حاجة بقى، في شخص انت بيبقى عندك نظرة، ده لو انت عندك خبرة في الاشخاص، يعني خبرتك في الاشخاص وفي الناس تقاس بمدى تجاربك في هذه الحياة. انت مين؟ سافرت فين؟ رحت فين؟ قابلت مين؟ تعرف مين؟ فين رحت؟ فين جيت؟ قابلت كم شخص في حياتك؟ اتعرفت على ناس قد كيف؟ على عكس بقى لما تكون زي القطة المغمضة قاعد في كهف، ما تدري وين الله حاطك، ما تعرفش الدنيا رايحة فين وجاية منين، فانت لازم تكون شوية عندك المعرفة واسعة. يعني الانسان اللي لف في الدنيا ومشي وعرف كل سيره في الارض، هو الآية في القرآن بتقول كده، كل سيره في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم. لازم تمشي في الارض وتتفرج، لازم تمشي في السوق كل اللي في السوق، تتفرج على اللي في السوق كله، نفر نفر، شخص شخص، دكان دكان، تسأل على كل الأسعار اللي في السوق وتتفرج كده. نفس اللي في السوق من بضاعة، نفس الناس، الناس معادن كالذهب والفضة، مش كل الناس معدنهم واحد، ومش كل الناس طبيعتهم واحدة يعني، ومش كل الناس من نفس النوع ولا من نفس الفصيل ولا من نفس الديانة ولا من نفس أي حاجة. حتى مصارين البطن بتتعارك، حتى العيال من نفس الأب ومن نفس الأم ومن نفس البيت ومتربين في نفس البيت ونفس كل حاجة مش نفسه. حتى التلاميذ أو التلميذين اللي قاعدين جنب بعض في ديسك أو مقعد واحد في المدرسة مش لازم مستواهم زي بعض. فهناك بوادر ومبشرات في أي علاقة بتبان، يعني بتبان لفين هتوصل العلاقة دي. البطيخة بتبان من لبيتها، يعني في مثل مصري كده يقول لك البطيخة اللي هو الحبحب بتبان من لبيتها، بتعرف كده يعني، مش عارف، تضرب على البطيخة كده مش عارف ايه، تحس كده تفهم البطيخة دي قرعة ولا حمرة، طعمها حلو ولا طعمها ابو كلب. انا ما اعرفش احنا ليه بنعمل كده في مصر، بس الاختيار لازم يكون اختيار كده يعني في نوع من التخمين شوية، لازم يبقى فيه ذكاء. غالبا من قبل ما تدخل في علاقة عاطفية في شوية مبشرات ودلالات انا هقولهم لك، لو حصلوا اهرب من العلاقة دي فورا، واطلع من العلاقة دي فورا، واقطع علاقتك بهذا الانسان فورا لمصلحتك انت مش لمصلحتي انا، لان انا ما عنديش مصلحة انك تقطع علاقتك مع هذا الشخص، وبرضو انا ما عنديش اي مصلحة انك توصل علاقتك بهذا الشخص او تعمق او تسطح علاقتك معه، انا ما عنديش مصلحة. لكن انا هقول لك هنا في الفيديو ده كده هو حاجات بتوضح لك ومؤشرات بتوضح لك ان الانسان ده ما ينفعش تكمل معه. اول حاجة، لو كانت علاقة بين رجل ورجل، يعني هو صديقك يعني انتوا اصدقاء، لقيت ان الشخص ده اعتمادي واتكالي، ما ينفعش ده يكون صاحبك. انت كرجل ما ينفعش تمشي مع واحد اعتمادي واتكالي عايز ينام في البيت وانت تعمل له كل حاجة، ما ينفعش تمشي مع واحد بيكذب كتير، ما ينفعش تمشي مع واحد ليل نهار عمال يشرب بانجو وحشيش وبرشام وحالته حالة ووقع في دوامة الادمان، ما ينفعش تمشي مع واحد ما عندوش لهدف ولا طموح ولا على الاقل بيسيبك تشتغل في حالك ولا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل. واحد زي ده ما ينفعش تمشي معاه، مشيك معاه هيضرك لانك مش هتستفاد منه اي حاجة خالص، وغالبا هيضيع من عمرك. لو العلاقة دي ما بين رجل وامرأة بشكل عام، سواء كانت العلاقة دي صداقة، زواج، عمل، اي حاجة، لازم تشوف حرص الشخص ده على مصلحتك زي ما حرصه على مصلحتك، يعني هو بيحرص على مصلحته ومصلحتك وكأنه مصلحة مشتركة. يعني المصالح بيبقى فيه مصلحتي انا الخاص ومصلحتك انت الخاص، وفي بقى مصلحة مشتركة. يعني ايه بقى مصلحة مشتركة؟ يعني انا وانت الاتنين من مصلحتنا ان الدكان ده يبيع، لو احنا اللي مشترين البضاعة مع بعض، يبقى فيه بقى حاجة اسمها مصالح مشتركة. طيب لو لقيت الشخص ده لا يراعي مصالحك وبيضرك، فما ينفعش انا امشي معاه، ما ينفعش انا كشخص امشي مع واحد بيضرني، بكرة النهار يبقى عندي دين ويتسبب لي في خسائر مالية ويخرب بيتي، انا مش فاضي. انا مش معاك ليه؟ كيف امشي معاك وانت بتخرب بيتي وبتخسرني فلوس؟ على اي اساس انا امشي معاك؟ انت انسان غير واعي، لا غير واعي لا بمصالحك ولا بمصالحي ولا بمصالح اي حد خالص، انت جاي تضرني وتضر نفسك وتضر الام.
طيب وفي العلاقات العاطفية، لو رجل وامرأة، يعني لو رجل وامرأة المفروض ان هما يتجوزوا بقى، يعني مفيش تجارة ولا حاجة بينهم ومفيش فلوس ولا حاجة بينهم، بس زواج، او ممكن العلاقة دي تبقى زواج. شوف، هو كده كده زي ما بيقولوا الزواج اسمه نصيب، محدش يعرف هو فلان ده هيتجوز فلانة ولا لا، ومحدش يعرف المخطوبين هيكملوا خطوبتهم ولا هتفسخ، محدش يعرف، محدش يعرف بعد الجواز هيكمل ولا لا، محدش يعرف بعد الجواز وبعد العيال هيكمل ولا لا. كل حاجة في الحياة اسمها نصيب، العلاقات اسمها نصيب، مفيش أي علاقة يمكن أن تستمر إلا في المجتمعات القديمة. بس من الآخر كده عشان أجيبها لك واضحة وعلى بلاطة، يعني زمان كانت المرأة، استغفر الله العظيم، كانت وكأنها مستعبدة عند الرجل، دي العلاقة اللي كانت بتستمر. الرجل يضرب في المرأة، يطلع دين أم المرأة، بتستمر معاه، يعني بتستمر معاه، دي العلاقة اللي أنت ممكن تقول بتستمر، يعني بتستمر، لأن هي لو رجعت بيت أهلها مش هتلاقي عندها بيت ولا تلاقي عندها أي حاجة خالص تماما يعني. وفي المجتمعات العربية الإسلامية الإسلاموية الشرقية بيتعمد دايما إن المرأة تكون فقيرة، لو المرأة لها حاجة كلب في البيت طخه، يعني لو المرأة تمتلك أي حاجة احرقها. ليه؟ علشان دايما تخليها ذليلة وخاضعة وتابعة ليك. ده الفكر بتاع زمان. يبقى الفكر بتاع زمان ان المرأة دي ملهاش الا بيت جوزها وظل راجل ولا ظل حيطة كده، في تبعية المرأة للرجل، وهو ده اللي بيعملوا النسويات دلوقتي، انهم ضد الكلام ده، ضد التبعية، ويريدوا الاستقلال الفكري والاستقلال المادي والاستقلال النفسي والاستقلال الشخصي والاستقلال في الآراء والاستقلال والاستقلال والاستقلال. طيب خلاص خلاص، نرجع بقى تاني ونقول ايه، نرجع تاني ونقول انه لو الشخص اللي انت ماشي معاه دايما بيحاول يكسرك ويخليك تابع ليه، ما ينفعش تمشي معاه. في الزمن اللي احنا فيه، احنا في عصر الهواء، نعم سيظل هناك تبعية من المرأة للرجل بحكم المجتمع وبحكم التربية وبحكم العادات والتقاليد والكلام ده، لكن بشكل عام لو انت لقيت الرجل ده اللي انت عرفتيه، البني ادم ده ما ينفعش يتجوزك، او البني ادم ده ما ينفعش اصلا، لا يصلح ان هو يكون زوج اصلا، ما ينفعش، ولا راجل ولا مسؤول ولا قد كلمته ولا عنده وظيفة مثلا ولا راضي يتوظف، ولو متوظف مش راضي يوفر الفلوس، مش بني ادم، يعني ليس رجلا مسؤولا، ليس رجلا مسؤولا، ليس شخصا يريد ان يحمل مسؤولية بيت واسرة ومنزل وعائلة، عايز يفضل حياته كده جهجهومي عزوبي، خلاص 40 جاد اعزب كتوم حنوق، بيضيع فلوسه فين؟ الله اعلم. ليه مش عايز يتجوز؟ هو حر، الله اعلم، محدش يقدر يقول له انت ليه ما اتجوزتش، محدش يقدر يغصبه، محدش يقدر يتدخل في خصوصياته. لكن فيما بعد انت مرتبط ان الانسان ده رجل بيوصل عمره الى 40 وكان مقتدرا ماديا، انت بسأل نفسك انت ليه ما اتجوزتش؟ طيب يعني في اسئلة كده ايه